مطبخ الخيرات ملاذ الصائمين ببغداد، أمام واحد من المساجد التاريخية في العاصمة العراقية بغداد، يصطف الناس في طوابير لتلقي وجبات إفطار رمضانية مجانية. وخلال شهر الصوم ينشغل طاقم العاملين في مطبخ جامع عبد القادر الكيلاني بتحضير وجبات لإطعام مئات الأشخاص، حيث يجلبون معهم الأواني ليملأها العاملون في المطبخ بحساء العدس والدجاج. المطبخ الخيري الذي تأسس مع بناء المسجد قبل 7 قرون يعتمد على التبرعات، سواء في صورة نقدية أو عينية. العاملون بالمطبخ يفضلون تقديم الوجبات للمحتاجين قبل أذان المغرب بوقت كاف، الأمر الذي يتيح لأفراد العائلات الوصول لمنازلهم بالطعام قبل موعد الإفطار. نويا بشهر رمضان جامع الحضرة القادرية متبني موضوع إطعام المساكين والفقراء بمقدار 3 وجبات يوميا، صبح 10:30 تمن بسبكي زائد مرقة حمراء زائد تشريب دجاج، وبالوحدة ونص شوربة عدس طبعا بيكون بيها لحم أيضا وصمونتين ولبن زائد تمر. هاي العوائل. تقليد توزيع الطعام هو أحد الأمور القليلة التي نجت من تفشي القتال في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فما زال المطبخ يقدم وجبات المحتاجين أثناء شهر الصوم. حاليا برمضان أحسن أكل يوزعون، برمضان أحسن أكل يوزعون للفقير، جاهل يطونه، فلوس يطونه، أشكال يطون، ملابس يطون، أشكال شتريد النوعية يطون، أشكال ألوان يوزعون هنا، يعني يساعدون الفقير حيل حيل يساعدون الفقير. الحياة في بغداد تتبدل كليا في هذا الشهر الكريم، ومطبخ الخيرات على العهد به يكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الصائمين، حيث يتوجهون للمطبخ كل يوم وهم يعرفون أن هناك صحنا من الطعام في انتظارهم.